من رام الله ينضم إلينا عبر الهاتف السيد رأفت عليان القيادي بحركة فتح. مرحبا بك سيد رأفت. سيد رأفت أهلا بك. سيد رأفت، هناك ارتفاع ربما في حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، يعني الضغوط الدولية أيضا على واشنطن، هل تعتقد أنها من ممكن أن تكون سبب في تغيير الموقف أو يعني التخفيض من حدة لهجتها في اتجاه غزة والمساندة المنحازة بشكل كبير إلى الجانب الإسرائيلي؟ يعني أولا فلنكون واضحين، هي حرب وليست عملية عسكرية. ما تقوم به سلطات الاحتلال في قطاع غزة أعلن عنه بنيته منذ اللحظة الأولى أنها حرب، وشكل حكومة لهذه الحرب، شكل حكومة من خصومه السياسيين يعني يخوضوا هذه الحرب، هذا أولا. ثانيا، تحريك البارجات الأمريكية إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، الموضوع ليس غزة وليس حماس، الموضوع أكبر من ذلك. إسرائيل تريد القضاء على قضية فلسطينية برمتها، أرادت من هذه المعركة أو من هذه الحرب أن ترحل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين باتجاه الجنوب ليدخلهم إلى سيناء، وفي المقابل أن تطبق برنامجها في الضفة الغربية التي أعلن عنه وضم الضفة الغربية والدولة البديلة للأردن. صحيح أن هذا المشروع وجه برفض أردني مصري، ولكن ما زالت الخطة الإسرائيلية ماضية لتحقيق ذلك. هذه الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال على مدار طب برأيك سيد رأفت، يعني ما هو السيناريو المنتظر خلال المرحلة المقبلة؟ يعني هي إسرائيل كما قلت لك تمارس الإفلاس السياسي والإفلاس الأمني والإفلاس العسكري. طيب، في ظل الحراك الدبلوماسي والإنساني يعني من مصر ودول عربية أخرى لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة، أيضا دعم القضية الفلسطينية، يعني ربما لم نجد حتى الآن لتلك الجهود الصدى المطلوب لوقف نزيف الدم في قطاع غزة. أي جهود عربية، الجهود العربية التي اكتفت بالرفض والإدانة والاستنكار، طب ما تعودنا عليها، هاي لا تغير شيء على أرض الواقع. سياسة الرفض لا يمكن لها أن تغير من السياسة الإسرائيلية، سياسة الرفض العربية لا يمكن لها أن تغير شيء على أرض الواقع. إحنا كنا هاي مش معركة. طيب، ما المطلوب سيد رأفت برأيكم، يعني أوراق الضغط التي يمكن استخدامها في هذا الإطار؟ المطلوب أن يكون هنالك، خلينا أكمل فكرتي. المطلوب المطلوب باختصار شديد أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل لا يفهمان إلا لغتين، لغة القوة والمصلحة. إذا لم تشعر الإدارة الأمريكية الداعم الاستراتيجي لهذا الاحتلال بأن مصالحها قد تهدد في الشرق الأوسط وأن علاقاتها قد تهدد في الشرق الأوسط، لا يمكن لها أن تمارس أي ضغط على حكومة الاحتلال بوقف هذا العدوان. وإذا لم يشعر الاحتلال الإسرائيلي وحكومته لأن هناك تغيير واضح في العلاقة ما بين إسرائيل ودول الإقليم والدول العربية وإسلامية كانت، لا يمكن لها أن تتوقف، وإلا حرب ومجازر. ماذا يفعل بعض السفراء الإسرائيليين في بعض العواصم العربية؟ لماذا لا يطردوا؟ ماذا يفعل بعض السفراء العرب في تل أبيب؟ لماذا لا يطردوا؟ هناك أوراق ضغط كثيرة لدى القيادات العربية لم تستخدمها حتى هذه اللحظة، ونحن نتساءل لماذا لم تستخدمها؟ الموضوع ليس بين فلسطين وإسرائيل، الموضوع أعلن عنه وزراء وأعضاء كنيسة إسرائيل، له علاقة بإسرائيل الكبرى، له علاقة بالمساس بالسيادة المصرية من سيناء وبالسيادة الأردنية في الأردن وفي السعودية وفي لبنان وفي سوريا. مخصص كبير تحرك هذه البارجات وهذه السفن والتدخل الأمريكي بهذه الطريقة والتدخل الغربي له علاقة بطموح غربي بتمكين إسرائيل بالشرق الأوسط وامتدادها، ويريد من هذه الحرب أن يستغلوا هذا الموضوع. والتحركات الأمريكية والغربية في الشرق الأوسط الداعمة لإسرائيل لها علاقة بهذا الموضوع. لا يجوز أن يبقى الموقف العربي مرتكز على الإدانة والاستنكار والرفض. المجازر تخترب على مرأة وعلى مسمع من كل العالم، ويحاول تقزيم الموضوع بأنه حرب من إسرائيل على حركة حماس، وأصبحت بعض الدول العربية تلعب دور الصليب الأحمر والهلال الأحمر. الموضوع ليس حركة حماس، الموضوع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وإذا نجحت إسرائيل، وأنا أستبعد من ذلك، من هذا الموضوع، سيكون الموضوع صراع عربي
وإسرائيلي، تمتد اليد الإسرائيلية برعاية غربية أمريكية إلى كل العواصم العربية. مثلما ذكرت سيد رأفت، يعني هناك محاولات من الجانب الإسرائيلي لإثبات أن حركة المقاومة لا تمثل الفلسطينيين أو القضية الفلسطينية، وأن الهجوم الذي قام به لا يمثل حتى جزءا من المقاومة الشرعية للاحتلال. ما الهدف من وراء ذلك؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي يقول ما يشاء. أولا إذا كانت هكذا ما تقول إسرائيل وهكذا ما تحاول أن توصل، لماذا يتم استهداف كل الشعب الفلسطيني؟ لماذا يتم استهداف الضفة الغربية وقطاع غزة بكل مناحي حياته؟ لا، الموضوع هم حاولوا شيطنة حركة حماس، وحاولوا أن يأتوا بتحالف دولي ضد حركة حماس، وأن الموضوع مع حركة حماس، وأن حركة حماس داعش، ولكن حركة حماس في إسرائيل التي كانت تساهم في إدخال الأموال القطرية عن مطار بن غوريون لحركة حماس الذين يتهمونها بأنها داعش. حركة حماس حركة مقاومة فلسطينية نختلف معها ولا نختلف عليها، أما بالنسبة للتمثيل الفلسطيني حركة حماس نفسها وقيادات حماس نفسها يقولون من يمثل الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير. الآن ما يجي كثمورك بين الشعب الفلسطيني، هناك ممثل الشرع الوحيد للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير، هذا لا ينفي وجود حركة حماس كحركة فلسطينية مقاومة. ولا يمكن للشعب الفلسطيني في ظل انغلاق الأفق السياسي إلا أن يلتف حول المقاومة ويحميه. ولكن يعني هناك محاولات أيضا من الجانب الإسرائيلي لإبراز يعني نوع من التمييز بين سكان الضفة وسكان قطاع غزة فيما يتعلق بمحاولة خلق انطباع أن المقاومة يعني لا تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني. طب شو يعني السياسة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني؟ ليش فيه هو حراك سياسي؟ إسرائيل تتحدث بالسياسة منذ عام 2008 وحتى اليوم، أرادت السوفية أن تتحدث بالسياسة. إسرائيل ماضية في الضفة الغربية في مشروع له علاقة بضم الضفة الغربية من قبل 7 أكتوبر، لم يكن هنالك شيء اسمه 7 أكتوبر، جاءت حكومة متطرفة، ظنت هذه الحكومة أنها حيدت قطاع غزة وأخرجت قطاع غزة خارج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واستفردت في الضفة الغربية وأعلنوا عن ضم الضفة الغربية وضم توسع الاستيطان واقتحامات الأقصى والقتل في جنين وفي نابلس وفي أريحة، وسموتريتش وبن غفير بدأوا يتبجحون في شوارع الضفة الغربية وكأنهم يسيطرون على الضفة الغربية بشكل كامل ويعيدوا احتلالها. جاء 7 أكتوبر ليقول لا يمكن لكم أن تعزلوا غزة عن الضفة الغربية، فالأرض واحدة والشعب واحد والمقاومة واحدة في ظل انغلاق الأفق السياسي. ماذا يتوقع العالم في ظل انغلاق أفق سياسي وفي ظل وجود 6000 أسير في سجون الاحتلال يمارسون ضدهم أبشع آلات التعذيب والقمع ومنهم المرضى والنساء والأطفال؟ لم يحرك العالم ساكنا في محاولة الإفراج عن أسير مصاب بالسرطان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولكن عندما جاء 7 أكتوبر وقف العالم على رجل وأصبح هنالك كيل بمكيالين واضح من كل دول الغرب بالتحديد. العالم اليوم انقسم إلى قسمين، قسم سياسة الظلم ومن يتبعها، وقسم من الأحرار الذين يجوبون شوارع وعواصم الدولية والعربية ليقولوا لا يمكن لنا أن نسمح لهذا الظلم أن يستمر. من يبحث عن أمن وعن أمان وعن استقرار على مستوى دولي فلينظر إلى ظلم الشعب الفلسطيني ولينصف الشعب الفلسطيني. لاحظ معي منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم كل العالم يتحرك من شقين كما قلت، شق محور الظلم وشق محور الخير، ولكن تناسى ونسى العالم المعركة الأوكرانية الروسية، لم يعد أحد يتحدث فيها، تناسى ونسى العالم ما يجري في السودان، لم يعد أحد يتحدث فيه، الصراع الصيني الأمريكي، لم يعد أحد يتحدث فيه. هذا دليل على أن القضية الفلسطينية هي عنوان الصراع العالمي والدولي. لهذا السبب من يبحث عن حسم الصراع وإنهاء الصراع على مستوى عالمي فلينظر إلى حقوق الشعب الفلسطيني في ظل أطول احتلال وأبشع احتلال يمارس في العصر الحديث. أشكرك السيد رأفت عليان القيادي بحركة فتح، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله.